واحد السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي. كديرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم على القناة. الله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر أموركم، وشكرا شكرا جزيلا لكم كاملين. والعبد دائما ما كاين غير الجديد، والمناسبه ديال منطقه عبده خصوصا. ومرحبا بكم معنا، الف مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله احنا كيف وعدتكم غادي للبحيرات نواحي سبت بزوله. تحيه لكم وليهم ولجميع المسلمين، والله يثبت الغرس والله يكمل بخير الوليدات البنيات بالرفاء والبنين ان شاء الله. اليوم غادي معايا بثلاثه العيالات، بنت خويتي الفنان، بنت الحمري. ومرحبا بكم ان شاء الله، شاركوا معنا الاجواء طريق الطبيعه في منطقه عبده. وكي قلت لكم شكرا جزيلا، وما تنساوش الابوني والجيم والبارطاج باش حتى الناس اللي ما دخلوش عندنا يعرفوا علينا وعلى قناتنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. ومرحبا بكم كاملين، واللي بغى يزور عزيز العبدي مرحبا به والف مرحبا. داري الزاويه ودار الله يخلف عمرها ما تخرف، هذا هو اللي كاين. مرحبا بكم. حنا ان شاء الله في اتجاه ديال في الطريق ديال البحيرات، ما غاديش ندوزو على طريق ثلاث بوكدره، غادي ندوزو على الطريق ديال اللي كتدي لدار بن ابراهيم على الطريق سي تي جي على الخميس ديال لا خميس القبصه، خميس القبصه، خميس القنطره، خميس القنطره. صافي غادي ندوزو ان شاء الله على ديك الطريق وهانتوما معانا. المهم هانتوما الدنيا راه بدات تخضر، الله يجيب شي شبعه ديال الماء والله يرحمنا برحمته ويجي شي عام زين وبكري يا ربي، هادشي اللي كنتمناو. حنا دابا في دوار الغدران، تحيه للناس الغدران اللي متبعينا، هذا هو الدوار ديالهم. وحنا تقريبا غادي ان شاء الله نوصلوا بالسلامه. هنا دابا حنا في منطقة العقلة، الغابة ديال العقلة هي هادي. هنا دابا حنا في اتجاه ديال ملي دزنا قلت لكم على العقلة غادي نمشيو باش ندوزو على غندوزو هاد الطريق غادينا للشانطي ديال ما بين الشماعية، طريق مراكش ما بين ثلاث بوكدرة الشماعية، يعني طريق مراكش ان شاء الله. وهانتوما تابعونا حتى نوصلوا للبحيرات، وتحيه لكم وليهم ولجميع المسلمين كاملين والمتبعين الكرام. حنا دابا ان شاء الله باش غادي كي قلت لكم هانتوما الطريق ديال الشماعيه مركز 44 اليوسفيه مراكش ثلاث بوكدره اسفي صويره. المهم احنا غادي ان شاء الله باش غادي نقطعوا هذه الطريق. حنا دابا ان شاء الله قربنا لدوار ولاد حميده البحيرات باش غادي نمشيو ليهم تبارك الله صلاح النبي. الطريق راه زوينه، الدنيا خضراء، شهد الله رجال البلاد مسلمين وطالبين تسليم. الله يدخلنا عليهم بالرزق وبالصحة وبالهنا وبالغنى وبطول العمر، والله يسر لنا وليهم ولجميع المسلمين الأمور، هادشي اللي كنطلبو، ويدوز الأمر على خير وبخير، وما يحشمناش الله معاكم ولا معاهم ولا مع الجميع. حنا غادي مقيدين روسنا غير بالتليفون. بابا على ما بين الجمعة والثلاث راح بسات سوري تات ويا برا، اليوم الجمعة اليوم الاثنين وخرجوا يا البنات الحاجبين. تما عرفتي شحال طلع؟
ايوا هباكم العبدي ها هو وصل دار الخدمه كيف ما كتشاهدوا. ياو قدو الخيل قدو الخيل لا لا يا وعمرو المكحل وقدو الخيل لا لا يا رونو الخسين وقدو الخيل لا لا يا والعبدي جاي راكب على عوده وقدو الخيل لا لا واماني العرس لا يتبت الغرس ومهرجان قالك ما يدير العرس في الليالي غدو مالي مازال القهاوي سيرين كيتبنا والكراسة ضرب ما عندك فين والله يتبت الغرس. ايوا القاعة رحنا توضرنا المتسبعين والله لا توضرنا مازال داير القاعة قالك عرس ليالي وما يديرو غاد ومالي غير التاجر في البلاد. وهنا باكم العبدي هو وصل كيف ما كتشاهدوا. نتمنوا الفيديو ينال اعجابكم يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بكم. عندي عجل وعجلة عجل وعجلة و500 ديال الدجاج ان شاء الله الله يغلبنا عليها. عندي ثلاث ايام ديال الخدمه اليوم دايرين الطلبه ان شاء الله بالليل وغدا دايرين جوج الرباع ولد الصوبه ولد الحصبه ان شاء الله للناس بالليل ودايرين بالنهار العريس كيجي من الحمام والهدايا وراكم مخفاكم ان شاء الله باش نشاركوا معكم الاجواء كامله. وعاد النهار الثالث هو اللي غيكونوا فيه العيالات هانتوما كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله غيكونوا هنا في القاعه. بالنسبه للرجال دايرينهم في الخزين لهيه لان الرجال كيكونوا كثار. مرحبا بكم ان شاء الله. هنا بالنسبه للتحضيرات الاولى وهي كالتالي هانتوما كيف ما كتشاهدوا الدجاج هو جابوه لقينا الناس كيغسلوا فيه الله يسر. هذا ديال الطلبه اليوم غادي نطيبوا ان شاء الله 60 طير وشي 50 كيلو ديال اللحم للطلبه الله يثبت الغرس والله يجعل كل شيء بارك مسعود. هذا الشيء اللي كنطلبوا لهم. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا شطبنا ان شاء الله لوكار رشينا من الدنيا كيف ما كتشوفوا غادي نخدموا هانتوما. بالنسبه للمعن هما ان شاء الله باش غادي نغسلوهم الشطاب ها هو خدام بانيو الغسيل بانيو التسلال كنبداو بهذا الماتريال الصغير ما ادريات علاش كنسقطوا المعن كيف ما كتشاهدوا وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوه. هنا بالنسبه للتحضيرات وهي كالتالي الفرنو حنا صوبنا بغا يجيبوا لنا بوطه اخرى كل الفرنو كنركب يعني كل جوج فرنوات كنركبهم بوطه. بالنسبه للبوطه الاخرى ركبت فيها جوج فرنوات درت الماء يطيب بلاصه الفرينات غادي تكون من تمايا البقره غتفرع لي راسي الله العظيم لفرعت لي راسي. بالنسبه للدجاج هو مغسول مسقطر مقاد تبارك الله على العيالات اللي يعني قاموا بالغسيل ديال الدجاج النقي هذا ديال الليل ان شاء الله ديال الطلبه. هنا بالنسبه كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله هانتوما عندي قعقله وعندي بسيبيسه باش غادي نخدم ان شاء الله اليوم. الثومه هذه 2 كيلو كي قلت لكم راه عندي 500 ديال 500 ديال الدجاج. هنا 2 كيلو ديال السكينجبير هنا كيلو ديال الابزار هنا كيلو ديال المروزيه ديال اللحم هنا الضامات ديال الزعفران كيف ما كتشاهدوا هذه الكمون على حساب الثقليه ديال البهيم تحميره كذلك ومثال هنا 2 كيلو ديال الخرقوم بلدي خرقوم عرق الحريره مطيشه الحك هما جوجات كيف ما كتشاهدوا والسنيده والزبده على حساب باش غنطيب اللحم هادو الساشيات ديال البونجات باش ليهم هادو حتى تعطيهم لهم ناعمه الفنان هايدي الحمص ديال الحريره ديال الغدا ان شاء الله تا هو باش نشاركوا المزهر باش غادي نطيب اللحم والبرقوق وتابعونا ديال التحضيرات كي قلت لكم ديال العرس. نتمنوا الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم ومرحبا بالجميع. البقره صدعتني قلت لهم خرجوها راه ما غاديين بها ما عندي والله الا برزت لي مخي الفنان حق سيد ربي الا برزت لي مخي ما حيلتي لك انت ما حيلتي البقره. تابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه للربيع كيف ما كتشاهدوا ها هو غسلنا القزبر غسلنا المعدنوس غسلنا حنا بزايد المهم غادي عندي اليوم كاينه 80 طير ديال الدجاج 80 طير ديال الدجاج للعشاء اللي غادي نطيبوا. انا خديت غناخذ تقريبا شي 5 القبطات ديال المعدنوس وخمسه ديال القزبر درت نص نص. هنا بالنسبه للعطريه كي قلت لكم هي كالتالي هنا عندي غناخذ تقريبا القياس غناخذ عندي 80 طير ديال الدجاج غادي ناخذ رابعه ديال السكينجبير وتقريبا رابعه ديال الخرقوم بلدي هنا غادي ناخذ الربع ديال الابزار
ربعت الرابعة وغادي ناخد البسيبيسة تقريبا غادي ندير واحد جوج معالق ديال الحطان ديال البسيبيسة وغندير واحدة ديال القعقلة. بالنسبة هنا ثلاثة صاشيات ديال ضامة الزعفران، ثلاثة ديال الزعفران. هنا الملون الغذائي على حسب اللون، لأن هاد الضامات ما غيكفونيش. بالنسبة للخرقوم بلدي ما كيعطيش اللون كافي، إلا كثرت منه غيمرر ليا الماكلة. هذا هو السر ديال الطباخات، الطباخات المناسبات كنديروا هاد الملون الغذائي، مع أنه الناس العديد منهم كيذكروا بأنه مادة مسرطنة. إلا جينا غنقلبوا على المادة المسرطنة، راه هاد اللحم والدجاج اللي غادي نطيبوا اليوم راه حتى هو مادة مسرطنة. علاش؟ لأن الدجاج في غير 40 يوم بالكيماويات باش خدام، البقر ديال دابا بالبراوات باش خدام، ما بقيناش غناكلو غنرجعو نولو نباتيين. هنا باش غنوضح لكم، هنا عندي تقريبا غناخد واحد ستة الحامضات مصيرات، ستة، وغادي ناخد واحد ستة الحامضات خضرات منقيات، وغادي نطحنهم كلشي في مولينكس صافي ان شاء الله. دابا باش غادي ندير نجمع في القناه في الطنجره. بالنسبه للدجاج ما كنديرش فيه الملح، وتابعونا ان شاء الله. بالنسبه للثومه غادي نخدم تقريبا غنفوت رابعه، غادي نفوت رابعه ديال 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 الثومه، ما غنوصلش نص كيلو، انما غنفوت رابعه واحد شويه. هنا بسم الله على بركه الله انا طحنت الحامض مصير وطحنت الحامض خضر. كي قلت لكم خديت رابعه ديال السكينجبير، رابعه ديال الخرقوم بلدي، هاد 80 طير او 100 طير كنخدم فيهم بهذا القياس، 60 طير و 50 طير و 40 طير كنخدم بقل من الرابعه ديال 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 السكينجبير بواحد شويه، تقريبا ناقصه من واحد الملعقه ديال الحطان هي والخرقوم بلدي. ديما البزار على حساب الذوق، ما نكثرش وما نقللش. بسيبيسة وقعقلة إلا كانت عندي 60 طير ديال الدجاج كنخدم ب 20 درهم خلطة ديال البسيبيسة وقعقلة. إلا كانت عندي المروزية ديال الدجاج، المروزية ديال الدجاج ما فيهاش غير الخل الجلان وبعد الشوب، ما تبقى راه بحال بحال ديال اللحم، كتكون زايدة فيها غير الخرقوم بلدي. بسيبيسة كي قلت لكم البزار المسائل ديالتنا، دابا بقى لي على الربيع إن شاء الله وغادي نطحنو وهانتوما معنا. هنا صافي كيف ما كتشاهدوا دابا جمعنا الإقامة إن شاء الله باش غادي نبدا نشرمل في الدجاج، وهانتوما معنا حتى الاخير. تشرميل الدجاج راني موريه لكم من قبل. هنا كيف ما كتشاهدوا هالعجل ها هو تبارك الله جابوه شارينو من السوق، 3,160,000 ريال، جوج المليون قرب 40,000 ريال. تبارك الله الله يكمل بخير. بالنسبه للعجله ان شاء الله حتى الغدا عاد غيجيبوها تبارك الله وصلنا البيضه والذبيحه ديال العريس حتى حاجه ما تغلع. تبارك الله على مولاي السلطان، الله يكمل بخير، الله يجعل كل شيء ببارك مسعود، تبارك الله على البحيرات. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا تبارك الله على مولاي السلطان السي سمير، الله يثبت الغرس، الله يكمل بخير، الله ييسر الامور. تبارك الله العجل انتما انعس فوق منه، الله يسخر والله يكمل والله يجعل كل شيء ببارك مسعود، والله يثبت الغرس الموالي للعرس. هنا ان شاء الله دابا باش غادي نقيدو يطيحو ان شاء الله القزار، تحيه ليه من هذا المنبر والله يعصم عتو. بالنسبه للحمامر علاش غادي يتعلق العجل، هما هذوك راهم مجدينهم. وتبارك الله عليكم وعلى جميع المتتبعين الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه، والله يحفظكم وييسر اموركم كاملين. خدام غيذبحوا واحد العجل وسنصور انتم. تبارك الله صلاه النبي، دابا كيف كتشاهدوا هما تكاو العجل ان شاء الله، ما غاديش نصور معكم الذبيحه لانكم عارفين ان اليوتيوب يمكن منع القضيه ديال الدم، ولكن نصور معكم الاجواء ديالنا والاحتفالات ديالنا والعرس ديالنا في البحيرات.
والله يجعل كل شيء ببارك مسعود. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا درت الدجاج اغلى من رقصو اللي كتغلى كالرضاع الفاخر كيف ما كتشاهدوا. هانتوما الدجاج راه جاي وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوه. هنا بالنسبه للسمن راه جابوا لينا درت منه في الدجاج هاد البواطه فيها كيلو وهادي كيلو يعني بحال عندي 3 كيلو ديال السمن اللي جابوا ليا 3 كيلو ديال السمن غنخدم بها الحريره والدجاج ديال 3 ايام ان شاء الله. وتابعونا بالنسبه لهادو المشمع القلوعه الربيعه هو مغسول مسقطر ديال اللي غادي نديرو في الليل العجل راكم شفتوه ذبح باش هو غنصاوبو ليه التقليه ان شاء الله الغدا ديال الغدا. وتابعونا ان شاء الله وراه كلشي زين. بالنسبه للكيسان هما كيغسلوا فيهم شي عيالات من سد كزوله تحيه ليهم ساكن تما عامر العمر تكثر من الله يعفو عليهم الله يشافيهم والحمد لله على كل حال. والسيده مسكينه الله الا ضربت صبعها الا كمدت ليا القلب ديالي. الصبر اختي الصبر راعي. المهم الكيسان كيكونوا ديال الطريطور راك عارفينهم من طريطور لطريطور ومن خدمه لخدمه كيكونوا معفنين. هما مساكن كيغسلوا فيهم هانتوما كيف ما كتشاهدوا غسلوا الصنادق غسلوا كلشي والكاس اللي تغسل كيحطوه هانتوما ديال اتاي. وتابعونا هذه خدمه العروبيه ما عندناش ما غادي نديرو. حنا نقينا البصله كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله بنت الحمري ها هي كتقطع فيها الفانن كدير في الحادقه باش كنسهلوا لينا. بنت خالتي كبوره خالتي كبوره كامله مسكينه مشات لكندا بحال قالت لك حابسينها في السيلول كتقول لي مشدوا ليا غير العبدي خلوني بحال نتخيل راسي كانني في المغرب. تحيه لك خالتي كبوره خالت الفنان وانت والبنت ديالك وهالويدات بنت خالتك ها الويدات محنين بالخرقوم. تبارك الله عليكم عيالاتي ومرحبا بكم. ايوا هنا الناس كتشري بالكيلو حنا كنشرو بالبرميل. تحيه العبده كاملين في المكان وخوتنا المغاربه. الزيتون هو هذا كيف ما كتشاهدوا ها هو ان شاء الله باش غناخذوا منه القياس ديال اليوم وديال الغدا وديال بعد غدا والتقليه وكل شيء ان شاء الله غنخدموا به. هنا بالنسبه للعرس ديال البحيرات غادي يكون طويل غنحاول نفرقوا لكم على اجزاء وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا المناسبه ديالتنا. العيالات اللي معايا الفنان بنت خويتي بنت الحمري هما خدامين معايا والعيالات مساكن اللي كيغسلوا في الكيسان من ياك من سد كزوله حتى هما. تحيه الله يعاونكم اختي على الزمان الله يغلبكم عليه والله يصلح لكم وليداتكم. ماشي خبز حار راه ما ساهلش. شوفوا الناس مساكن من جايه باش تاكل طرفه الخبز حتى هما غيخرجوا معنا 3 ايام ديال الخدمه. الله يكون في العون الله يكون في العون الله يكون في العون. عاد الدجاج 500 ديال الدجاج راه ماشي ساهله هي تغسلت منها 80 ديال اليوم حيدات باش غادي نجيبو ثاني ديال الغدا ان شاء الله يتغسل اليوم ونصبحوه مشرمل باش نطيبو منه الغدا ديال الغدا والعشاء ديال الليل. وعاد غيجي ثاني ديال نهار الخميس ان شاء الله نسعو السلامه غيجي نهار الجمعه في العشيه باش تا هو يتغسل ويتشرمل في الليل نصبحو طيب ان شاء الله. نهار غيجي نهار الاربعاء نهار صافي الريز مشى ليا غيجي نهار الاربعاء باش نطيبوه ثاني للخميس. مرحبا بكم. اليوم راه الثلاث السوق ديال ثلاث بوقدره راه عامر وفين ما كانت شي ثلاث في المغرب تحيه ليهم ومرحبا بكم. وباكم العبدي ها الروت عبده الروت عبده الروت عبده مرحبا بكم عندنا في عبده. ها انتم ما كاين عاد دق سمن